ازاي تعمل مجموعه من الاهداف داخل حمام السباحه لطفل من ذوي القدرات الخاصه اصحاب الهمم؟ ده حاجه محيره جدا. ابدا منين؟ امسكه بورد اقعده على حمام السباحه اخليه يخش في الجزء العميق؟ طب اوقفه في الجزء الضحل؟ وافكار كتيره جدا، وممكن اكون مستعجل وممكن اكون بطيء ومش عارف ابدا منين. الاجابه دي هتلاقيها في الحلقه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم مع قناة ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم مع دكتور محمد فتحي، والنهاردة هنتكلم عن البداية الصحيحة للمدرب المحترف في أداء بعض المهارات داخل حمام السباحة بعد ما الطفل من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم اكتسب التآلف وما بقاش يخاف من المية وبقى جاي من البيت وهو حابب إن هو ومستعد إن هو يشتغل مع المدرب. هنقول مجموعة من الأهداف اللي ممكن تنفذ داخل حمام السباحة وتكون بدايتها موفقة مع المدرب المحترف اللي هيتعامل مع الولاد ويحاول يعلمهم سباحة. هنقول بعض الأهداف السهلة والبسيطة اللي ممكن الطفل يبدأ بيها من أول ما يقعد على حافة الحمام، وليكن أحضر باسكت فيه كور تنس طاولة وليكن عدد زوجي، ويحدف مرة باليمين ومرة بالشمال داخل المية، وكمان ده هيأدي ان هو يبقى حاسس بالسعادة ومبسوط جدا وهو بيعمل المهارة دي، وكمان هتنمي عنده تركيز الانتباه والملاحظة بشكل كبير وهتخليه سعيد وهو بيأدي المهارة دي. المهارات المهمة ايضا ان يقعد على السلم حمام السباحة وكرة متوسطة في حجم كرة اليد، يحاول ان هو يحدف للمدرس او للمدرب والمدرب يحدف له الكرة. دي مهارة محببة جدا للولاد، لأي طفل في الدنيا كلها، ان هو يرمي الكرة للمدرب بايديه الاتنين او بايد واحدة ويشقطها تاني او يلقفها تاني بأي كانت الطريقة، لكن دي هتحاول تخليه يندمج بشكل اكبر مع الوسط المائي ويحاول ان هو يحبه. المهارات الهامة جدا والمحببة برضو للولاد وهي اللعب بالأدوات البلاستيكية وليكن الكوب المية. طبعا المدرب بيجيب اتنين، واحد صغير واحد كبير شوية، هو بيمسك الكوب المية الكبير ده ويخلي الطفل او يعلمه ازاي يملى كوباية المية دي ويحاول يملى عند المدرب والعكس. لو عمل الكلام ده كذا مرة بايديه اليمين او بالشمال، ده نوع من أنواع التعرف على الوسط المائي والألعاب الترويحية اللي جوه المية اللي بتخلي الطفل كمان آفاقه يبقى عنده خبرات وبأكتر من طريقة، سواء بالكورة أو رمي الكورة أو بالأدوات البلاستيكية أو بكوباية مية بيملاها في كوباية أكبر منها شوية. دي حاجة هايلة جدا، الطفل فعلا فيها يلاحظ أن الطفل من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم حاسس بمنتهى السعادة وهو بيؤدي المهارة، واعتقد ان المدرب كمان هيكون سعيد ان الولد كمان بيشاركه في هذه المهارة. مهارة كمان اللي هي ملء البالونة بالمية، بيجيب بالونة ويحاول ان هو يملاها من حمام السباحة لحد ما البالونة تتنفخ وتتملي مية، ويحاول يربط البالونة دي ويسيبها داخل المية. قد كده الولد هيبقى سعيد جدا ان البالونة دي اتملت مية، خاصة لو كان لونها جذاب كأخضر أو أصفر أو أحمر أو اللي هو البنفسجي ده، ويحاول يلاحظها وهي بتحرك جوه المية، ويحاول المدرب يشيله من وسطه طبعا، ويحاول يمسك البالونة دي وهو ماسكه ومطمئن ويحاول يجيبها يمسكها. طبعا هتبقى عاملة زي الجيلي كده، فبتعمل نوع من أنواع السعادة والمرح إن البالونة يعني مليانة ومش قادر يشيلها لأن طبعا جوه المية، فدي هتعمل حالة حلوة قوي مع الطفل لو المدرب جربها وعايز يكون محترف في أداء مهارات سهلة وبسيطة وبتنعكس على الطفل وعلى أدائه وعلى حبه للوسط المائي. في بعض الأهداف الثانية اللي في الجزء الضحل، تخلي الطفل يمشي في الجزء الضحل جنب السور بتاع حمام السباحة لحد ما يكون طوله قادر يمشي. المدرب لازم يبقى ماشي وراه وماسك إيديه أو ماشي جنبه عشان يطمنه أو لمسه عشان برضه يحس ان هو المدرب قريب منه، ما عملش اي حركات مفاجأة او في حد جنبه يكون بيرش مية جامد جدا بيعمل ضربات رجلين فيها طرطشة.
يحاول يعني ينحي كل الأجواء اللي منها تخلي الطفل يحس إن هو خايف. خليه دايما يحس بالطمأنينة ويحس إن أنت قريب منه، ودايما المهارة تبقى متدرجة مهارة تلو الأخرى، وما تزهقش وما تستعجلش إن أنت عايز تمسكه بورد، عايز تخليه يجري في المية. في ناس بتبدأ بدايات، لكن خلينا نشوف النقطة اللي بعدها. البدايات الغير موفقة خاصة في المهارات الصريحة جدا في بداية تعليم السباحة زي مسك البورد أو حافة الحمام وأداء ضربات رجلين سباحة، تخلي المدرب عشان بدأ من ليفل أعلى من قدرات الولد وبدأ بدايات خاطئة وما تعملش مع الطفل بذكاء واحتراف، وحاول يحضر للمهارات الكتيرة اللي هو هيقدر يعملها في البداية عشان يبدأ بعد كده يمسكوا البورد فالطفل يستجيب، أو يمسكوا حافة الحمام فالطفل يستجيب، أو يلبسوا العوامات فالطفل يستجيب. فدي مهمة جدا 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 إن المدرب يكون محضر نفسه ومحضر الأهداف اللي هو هينفذها مع الطفل، لأن هي دي الركيزة أو الخطوات الأولية اللي هتطمن الولد في المية وتخليه يتقبل أي مهارة أخرى هيعملها. في حاجات لازم نراعيها واحنا بنعمل الهدف، ما تخليش الهدف مش منظم، نظم الهدف وخلي الهدف نفسه ليه بداية وليه نهاية، يعني ما تجيبش 100 كورة وتخليه يحدف 100 كورة يزهق. يعني انت خليك من 4 ل 6 كور بكتير قوي، عدد التكرارات برضو من 4 ل 6 ده معقول جدا، تحاول تنوع وكل مرة تسلم عليه تديله المدعم بتاعه وتطمنه، تحاول تخلي الأسرة اللي جاي برفقتها الطفل يعني حاول ان هم يسقفوا له، حاول ان هم يصوروه، كل الحاجات دي كلها نقاط إيجابية هتفيد في المستقبل عند تعلم المهارات الصريحة في السباحة. لو الطفل مطمئن بشكل كبير ومتشجع وبيطلع مصيف ويعني واخد على المية بشكل ما، ممكن كمان تخليه هو قاعد على الحمام أو قاعد على السلم تحاول يخليه يقفز في المية من غير ما ينزل راسه جوه المية، تحاول ان انت تمسكه وخلي موضوع يعني ان حط راسه في المية ويعمل مهارة معينة، خلي دي ان شاء الله بإذن الله نبقى نغطيها، لان دي من الحاجات المهمة جدا ومحتاجة تحضير ومحتاجة وقت قبل ما تخليه يحط وشه في المية، وبعد ما يحط وشه هيحرك جسمه ازاي في المية، واسئلة كتيرة جدا. وفي ولاد اول ما بتحط وشها في المية بتشرب مية، او المية بتخش في مراخيرها او بترجع او كذا او كذا، او بتنفر من المية تماما وترفض تدريب السباحة. فخلي الجزء بتاع ان انا احط راسي جوه المية واتحرك ده جزء مهم جدا، نعمل له حلقة لوحده ان شاء الله. لحد هنا انا خلصت المجموعة من الاهداف اللي ممكن ينفذها المدرب بشكل محترف جوه المية مع الطفل ذوي القدرات الخاصة اصحاب الهمم. لو لسه ما اشتركتش في القناة الحق واشترك وفعل زر الجرس وانشر الفيديوهات عشان يستفيد منها اكبر عدد ممكن من المتخصصين في المجال الرياضي، ومنتظر تعليقاتكم على الحلقات اللي فاتت والحلقة دي، وإن شاء الله بإذن الله دايما نلتقي على خير. تحياتي دكتور محمد فتحي، وإلى اللقاء.